أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بهالسيشن. أنا بثينة حسن، بزنس ديفلوبر مانجر ات رايت سيرفيس. اليوم راح أكون عم حاور أور سي إي أو أستاذ جو غنطوس لنسبة يخبرنا أكثر عن هيز كونسبت ذا فور تيز أوف ديجيتال ماركتينج أوبريشنز. هذا الكونسبت اللي عم يتعلم بعديد من الجامعات حول الميدل إيست واللي عم بشكل أور سوليوشنز برايت سيرفيس. بداية خليني رحب بأستاذ جو. أهلا وسهلا فيك أستاذ جو. أهلا وسهلا فيكي وسهلا كيفي. اليوم هالسيشن مثل ما دايما معودين انه هدفنا نفيد الاودينس قد ما فينا بكل من خبرتك بالديجيتال ماركتينج. اكيد نحن موجودين لنساعد، اكيد هذا الهدف الاساسي. هلا الموضوع الاساسي هو الفور تيز اوف ماركتينج كونسبت، بس انا رح بلش من الاول من قصه الماركتينج. في كتير لغط بيصير عن شو يعني الماركتينج. في عالم بغلطوا بين الماركتينج والسيلز، ماركتينج والبروموشن. من خبرتك وبرأيك إذا فيك تعطينا باختصار شو يعني الماركتينج وشو الهدف من الماركتينج؟ أوكي، أول شيء يسعد أوقاتك ويسعد أوقات كل اللي عم بيتابعونا اليوم. بشكر وقتهم وبتمنى أنه نفيدهم للماكسيموم مثل ما دايماً بنسعى نحن لهالشيء. بالنسبة للسؤال تبعك، أكيد موضوع الماركتينج موضوع كبير، واليوم أنا بدعيكي وبدعي اللي عم يسمعونا أنه يتخيلوا الدنيا بلا ماركتينج. صعبة، لأنه تصوري أنه نحن ما بنعرف الأشياء اللي سهلنا حياتنا وين موجودة وكيف منلاقيها وقديش سعرها، وهل في اشياء تانية ارخص لنوفر على حالنا دفع مصاري. هيدا كله اشياء تانية ما كانت موجودة لو ما الماركتينج موجود. هلأ هون دايما انا مثل ما تعودتوا علي وانت شخصيا تعودت علي، انا بحب القصص والقصص الحقيقية. لخبركم قصة حقيقية عن ويلي ساتن. ويلي ساتن هو سارق مصارف مشهور بأمريكا، قصة حقيقية من 1950. قضى ويلي 45 سنة يسرق مصارف، قضى نص عمره بالحبس لأنه صار كل ما ينسرق بنك يجوا لعنده ودغري يلقطوه. بالآخر الصحافة اجت لعنده بآخر عمره وسألته، قالت له يا أخي ليه دايما أنت بتسرق ما بتسرق إلا البنك؟ أوكي؟ ام بيقوم بيجاوبهم ببساطة انه انا عم بسرق البنوك لانه مطرح المصاري عم روح انا. ونفس الشيء انا بجاوبك وبجاوب كل العالم وقت نحكي بالبزنس. وقت يقولوا لي ليش الماركتينج، بقول لهم that is where the money is. وقت بتكون دوروا كيف تطلعوا مصاري، قد ما كان عندكم برودكت مهم او سوليوشن مهم، اذا بتكون دوروا كيف تطلعوا مصاري بكون تطلعوا بالماركتينج. الماركتينج مش مصروف، الماركتينج انفستمنت. انتم بتستثمروا بالماركتينج لا تقدروا تطلعوا مصاري، بلا الماركتينج ما بتقدروا تطلعوا مصاري. هيدا بالاول. هلا مثل ما قلتي العالم بتخلط بين الماركتينج وبين السيلز وبين الادفرتايزينج وبين البروموشن. هون كمان بدي ارجع للقصص ولنتخيل شغلي انا وياكم حتى اقدر اوصل الفكره مثل ما حابب اوصلها. انا بدي منكم تتخيلوا انه انتم بالبلده تبعكم عاملين كونفرنس صغير، هيلث كونفرنس، لانه هلا الموضه الصحه وكرمال هيك عم نتخيلوا انه هيلث كونفرنس، ومنظمينه انتم والشباب عندكم بالبلده، وانتم بدكم تعملوا له ماركتينج. اذا جيتوا انتم حطيتوا على ساين، اوكي، كتبتوا علي عن هالايفنت وعلقتوا هالساين بمطار عامة ليشوفوها أهل البلد عندكم، هيدي بتكونوا عم تعملوا advertising. أوكي؟ إذا حكيتوا مع البلدية تبعكم وقلتوا لهم كيف يساعدوكم لتقدروا تسوقوا هالإيفنت، بقوموا بياخدوا هالساين وبيعلقوها على التراك، أوكي، وعلى الباصز بالمنطقة، وبيصيروا يعلنوا للعالم ويقولوا ويعطون عروضات إنه تعاوا على هالكونفرنس لتعرفوا أكثر كيف تحافظوا على صحتكم ويحمسوا العالم ليجوا على هالإيفنت. هيدي صارت بروموشن. إذا الجرايد المحلية عندكم بالبلد عرفت بهالإيفنت وشافت البلدية كيف عم تساعد وكتبت عن هالإيفنت بالجرايد المحلية، هيدي publicity.
اذا اهل المنطقه عندكم اجوا على هالايفنت وانتم بس وصلوا قلتوا له شو السيشنز المعموله بهالايفنت وصرتوا تبيعوهم تيكتس ليشاركوا بهالسيشنز وليشتروا برودكت صحي خاص انتم عارضينه بهالكونفرنس، هيدا سيلز. اذا جمعنا هودي كلهم وغيرهم من الاشياء بنكون عم نعمل ماركتينج. الماركتينج بكل بساطه انه نحن نخلي الايديال تارجت اودينس تبعنا يعرف تو نو اور برودكت او سوليوشن، يعرف اولا بالبرودكت بعدين يعجب فيها يعني تو لايك ات، بعدين يوثق فينا وبالبرودكت لدرجه انه يشتريها. هيدا هو بكل بساطه الماركتينج، هيدي هي مهمه الماركتينج يلي مطلوبه من كل شركه او من كل ماركتر لازم يعملها بشكل مبسط. اليوم بهالعصر الماركتينج دخل عليها التكنولوجي، يعني اليوم التكنولوجي صارت شيء متلاصق مع الماركتينج وبالاخص بوجود الاي اي، بحيث عطت اهميه اكثر للماركتينج وعطت فعاليه مثل ما بنشوف هون 171% اكثر. اللي انا بدي اياكم تعرفوه انه الاولد ماركتينج ماتت، اليوم في ماركتينج جديده مرتكزه على تو بيلرز اساسي، اولا الانوفيشن استراتيجي، ثانيا التكنولوجي والتولز. هودي الاساس بيجوا اشياء معهم رح نحكي بسياق السيشن تبعنا، بس هودي اليوم الاساس تبع الماركتينج اللي بدي اول شيء تحطوه براسكم، الانوفيشن استراتيجي والتكنولوجي. ثانك يو كثير استاذ جوع حتى على هالقصه وهالتسهيل لمعنى الاساسي للماركتينج. هلا اوكي، لكن هلا عرفنا بالتحديد وباختصار شو الماركتينج وشو الغايه من الماركتينج. مثل ما كلنا بنعرف انه الماركتينج منا صناعه جديده، الماركتينج بلشت حتى قبل الميلاد وتطورت عبر الزمن لوصلنا لليوم للديجيتال ماركتينج اللي وصلنا له بهذا العصر. فإذا في مجال باختصار تخبرنا أهم الـ developments أو النقاط المهمة اللي مرق فيها الماركتينج من قبل ما من أول ما بلش لوصلنا لحد اليوم. أكيد أبو سينا، مثل ما قلتي الماركتينج كتير قديم، مثل ما شايفين الماركتينج بلش من 1700 قبل الميلاد، يعني صناعة قديمة كتير. وقت كانوا بيسموهم البابليين وبعدين الصينيين والهنود يجوا بالسفن تبعهم يجيبوا بضاعة، وقت يوصلوا على البر يوقفوا السفن وينزلوا منا الأشخاص العاملين بهالسفن ويصيروا ينادوا بالبضاعة اللي عندهم، يقولوا شو عندهم بضاعة. من وقتها كانت الماركتينج بلشت بهالطريقة كيف يسوقوا على البضاعة الحملينة التجار، وتقدمت الأيام للثورة الصناعية يلي بالقرن الثامن عشر وبالقرن التاسع عشر، يعني بعد 1800 للألف وتسعمية بلشت الثورة الصناعية، وهون بلشنا نعرف الماركتينج يلي نحن اليوم نشتغل فيها. بس كانت الماركتينج مركزة بس على النو، يعني بكفي العالم تعرف بهالبرودكت أو بهالسوليوشن لأنه كانت المنافسة قليلة وهيك دغري بتروح بتشتريها. هيدا كان أول شيء مهمة الماركتينج. هلأ بال 1940 بال 1940 زادت المنافسة، هون ظهرت البراند وظهرت الفاليو، يعني بلشوا البراندز يتنافسوا على أيها البراند اللي بتعطي فاليو أكتر، وهون ده صار في له دور أكتر الماركتينج من أنه بس يعرف على البرودكت، بلش يشتغل على تطوير البراند وتطوير الفاليوز يلي بتقدمها البراندز أو البرودكتس أو السوليوشن. وبلشت تمشي لل 1960 1960 كانت تاريخ كتير كبير بالماركتينج، من الاشياء اللي بتتذكر ليه؟ لانه خلق فيها الفور بيز اوف ماركتينج ميكس يلي اليوم بعده بيتعلم بالجامعات، يلي انا بعتبره من اهم الكونسبت اللي انحكوا
بالماركتينج، قال لي بلش من جيرو ماكارسي، بلش فيه، رجع بي الماركتينج بسموه فيليب كوتلر يلي بعده عايش لليوم الله يطول بعمره، هو اللي نشر هالفور بيز يلي هي مثل ما بنعرف برودكت برايس بروموشن وبليس، يلي عطت اساس الماركتينج وعطته صوره جديده للعصر الجديد. وبنفس الوقت بهالسنة بال 1960 ظهر الدايركت ماركتينج، البرسوناليز ماركتينج يلي كان مدخل للديجيتال ماركتينج اللي اليوم بنشتغل فيه. ليه؟ لأنه بلش يكون برسوناليز، بلش يتوجه للتارجت اودينس بأساميهم، على كان عن طريق أشياء مطبوعة يودوها على البيوت دور تو دور بس باسم الأشخاص، وكان لها وقتها بال 1960 بلشت تتطور وصار لها أهمية ودور بالماركتينج. هون وصلنا ل 1981، بلشوا الماركترز يطوروا الفور بيز لعملوا 7 بيز، دخلت ثلاثه بيلرز اساسيه على الفور بيز يلي هي البيبل يلي هي البروسيس والباكجينج اللي برا، بلش الشكل ياثر بانه تختاري برودكت او تسوقي برودكت. هون كمان تطورت وكان تاريخ مهم للماركتينج وتطور الماركتينج. لحين وصلنا ظهور الانترنت وظهور الويب، وبلش الويب سايت وأهمية الويب سايت بلشت تلعب دور، وأهمية الكونتنت، وبلش يظهر البلوج، أوكي، والبلوجرز اللي بنسمع عنهم اليوم. يعني إذا بنطلع 1999 كان في حوالي 23 أكتف بلوجز بالعالم، اليوم في أكثر من 150 مليون بلوجز موجودين حول العالم ليعطوا كونتنت. وهون أهمية الكونتنت، هون أنا بحب أحكي عن أول أونلاين ماركتينج كامبين ظهرت كمان من بعد ظهور الويب سايت للإكسدرين يلي هو دواء وجع راس. كان أول كامبين أونلاين كامبين انعملت له وورلد وايد، وبلشت تتطور لو صلنا للقرن الواحد والعشرين يلي من 2001 يلي هو رح يضل لل 2100، بلشوا الماركترز يعيدوا نظر بالكونسبت القديم ويعيدوا نظر بالاستراتيجيز، لانه بلش الكونسيومر عنده غير حاجات، واضطرينا كلنا نحن نعيد النظر بالاشياء القديمه ونرجع نفكر كيف بدها نطورها. ولو وصلنا لليوم مش بس اليوم الماركترز عم بيعيدوا النظر بالاستراتيجي وبالكونسبت، بل عم نعيد النظر بالبزنس موديل. اليوم البزنس موديلز تبع الشركات بلش عم يتغير وعم يتطور، والماركتينج له دور كبير بهالمهمة يعني. وهون أنا بال 2017 بتسعة كانون الثاني 2017 مشيت بهالموجة وقررت انه نطور كونسبت نحن يتلاقى مع العصر الحديث، وطلعت الفور تيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشنز يلي هو كونسبت لبناني وحلمه انه ينطلق للعالم. من فكرة جيت من فكرة واستفدت من الخبرة تبعنا للعشرين سنة اللي مرقت علي بالماركتينج، وقلت انا ليش ما نحن منطلع كونسبت من العالم العربي وينتشر للعالم كله، ليش لنضلنا مستهلكين حتى للكونسبت. وهون بلشت القصة تبعنا بالفورتيز يلي رح نحكي عنها أكثر ببحر هالسيشن. Yes, thank you كثير لهالاختصار للهيستوري اوف ماركتينج والمراحل المهمة اللي مرق فيها. هلا انت شهادتك مجروحه. شهادتي مجروحه، صحيح صحيح، بس اكيد الحكي الصح ما بيختلفوا عليه اثنين. نوصل هلا للموضوع الاساسي تبع السجن اللي هو الفورتيز اوف ماركتينج. مثل ما ذكرت انه بال 2017 اطلقت ذا فورتيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشن. اذا في مجال تخبرنا شو هو هذا الكونسبت، شو مضمونه، شو بيساعد الشركات اليوم؟ أكيد. هلا قبل ما بلش احكي بالضبط عن الكونسبت بدي ضوي على اشياء معينه هن دلائل كانت لإلي ودوافع لطلع هالكونسبت ودوافع لصحيه الكونتنت تبعه، وخلتني يكون عندي دليل انه هذا الكونسبت معقول ينتشر وين ما كان، مش بس يتطبق عندنا برايت سيرفيس او على الشركات اللي نحن عم نشتغل فيها. اول شيء بحب احكي فيه انه اليوم ما عاد في سايلوس ماركتينج،
يعني ما عادش في صومه على الماركتينج، ما عادش فيك اليوم تتخصصي بشيء معين بالماركتينج وتتركي الاشياء الثانيه. اليوم الماركتينج صار تشين، يعني كل شيء فيه معلق ببعضه، ما عادش في حدا يشتغل لك بالويب سايت لحاله او تشتغلي بالويب سايت لحاله، تشتغلي بالسوشيال ميديا لحالها، تشتغلي استراتيجي لحالها، تشتغلي الايميل ماركتينج، تشتغلي جوجل ديسبلاي اد، تشتغلي الاس اي او لحاله، ما عادش ممكن. اليوم كله معلق ببعضه وكله بده يكون حلقه قويه، اذا كان في محل ضعف بتفرط كلها وما بتاخذ الشركه النتيجه، وهذا من احد اسباب فشل بعض الشركات باستعمال الديجيتال ماركتينج او بالنتيجه المحدوده. اللي بيقول لك انه ليش انا عم باخذ نتيجه محدوده وغيري عم ياخذ نتيجه اكثر. هيدا اول شيء بحب الفت النظر عليه. تاني شيء بحب اقول انه الماركتينج اليوم في نوعين من السوليوشنز، في البيلدرز سوليوشنز وفي درايفرز سوليوشنز. شو هول البيلدر سوليوشنز؟ هو بيشتغل على اساس البرودكت او سوليوشنز وبيخليها تنجح، يعني الحلول يلي بتتدخل بالاستراتيجيز هي بيلدر سوليوشن، الحلول اللي بتتدخل بالكابابيليتيز وبتطوير الكابابيليتيز والريسورسز تبع الشركات هيدي بيلدر سوليوشن، هيدي اساس. ما فيها، ما بيكون الماركتينج اليوم او حلول الماركتينج عم تهتم بشيء من دون ما تبلش بالبيلدر سوليوشن. اثنين هي درايفر سوليوشنز، هي سوليوشنز يلي بتساعد انه الشغله تنعمل، مثل اهم شيء هي التولز يلي التكنولوجي اليوم يلي لها دور كبير بالماركتينج، يلي هي من نوع الدرايفر سوليوشنز يلي بتساعد، بس هي لحالها ما فيها تعمل كل شيء. مثل ما قلت بالقبل الانوفيشن استراتيجي هي كمان لها محل اساسي. وهون اليوم اذا بدك تدوري الحل فعال بالماركتينج او تكوني فعاله بالماركتينج بدك يكون عندك البيلدرز والدرايفر سوليوشن. تاني شيء بحب ضوي عليه وكان دافع للفورتيز هو الدراسه اللي عملتها مؤخرا هارفارد يونيفرسيتي. قالت هارفارد انه اليوم فشل بعض الشركات او معظم الشركات بهالعصر الديجيتال هو له اسباب، وهالاسباب عددتها اولا واهم شيء بعدم وجود ديجيتال ماركتينج استراتيجي. الديجيتال ماركتينج استراتيجي مش هي استراتيجي حول كيف تستعمل الديجيتال تولز، لا، هي استراتيجي انه انت كيف البزنس تبعك ينجح بالديجيتال ايج باستعمال الديجيتال تولز. وهيدا اغلبيه الشركات، بتقول هارفارد 70% من الشركات اليوم بالعالم ما عندها الديجيتال ماركتينج استراتيجي، مما بخليها بخطر معين. تاني شيء حكيت عن التولز، عن التكنولوجي. اليوم الشركات كتير عم ينعرض عليها تولز، وكل يوم تطلع تكنولوجي ممكن تساعدها وتخليها فعاله اكثر بالماركتينج تبعها، بس المشكل الاختيار الخطأ لبعض التولز اللي عم تستعملها الشركات يلي ما عم تخليها ما تنجح او ما عم تخليها تستفيد مزبوط من هالديجيتال ايج او هالتولز اللي عم ينعملوا. تالت شيء هي السكيلز، الديجيتال ماركتينج سكيلز. اليوم بتقول هارفارد انه اليوم في ماركترز كتير، في مسوقين كتير، بس في ديجيتال ماركتينج سكيلز قليله، الريل سكيلز قليله، لكن لازم الشركات تهتم كمان بالكابابيليتيز تبع موظفينها وتعليلهم الديجيتال نوليدج تبعهم او يعرفوا يستعملوا التولز حتى يخففوا فشل باستعمالها. ورابعا هو الميجرينج، يعني اليوم الشركات ما عم تقدر تستفيد مزبوط من التراكينج تولز اللي امنت لها اياها الديجيتال تولز وهالعصر الديجيتال، كمان هذا هو عامل بيؤدي للفشل. هون نتيجه لهودي الاشياء وكثير اشياء تانية خليني ودفعني اطلع بالفورتيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشن يلي هي فور بيلرز حل للي قلته قبل كله، للمشاكل اللي اليوم عم تعانيها الشركات وللحلول اللي قالوا الدراسات انه هي الحلول الافضل. اول شيء تاكتكس يلي هي الاستراتيجي، ثاني شيء هي التولز يلي هي التكنولوجي، ثالث شيء هي التريننج يلي هي النو هاو،
ورابع شيء هي التراكنج اللي هي المجرين. هودي الاربع اشياء هن سر كل ماركتينج اوبريشن اليوم بهالديجيتال ايج. اذا بده ينجح بشركته بده يطبق هالفورتيز، اذا بده ينجح لتسويق لشركه معينه بده يطبق لها هالفورتيز. هودي اللي برايي انا وبراي هارفارد وبراي كل الدراسات هن اليوم ضروريه يطبقوا بالشركات، وهي هي الفورتيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشن. هلا بالنسبه للانجريدينتس، اولا هي التاكتكس. التاكتكس عملناها هي لحالها عندها بلانينج موديل خاص، يعني التاكتكس هي لحالها بتقدم سر نجاح كل ديجيتال ماركتينج استراتيجي اليوم بالانجريدينتس تبعها. يعني اذا بتطلعي بتفاصيل التاكتكس بالاحرف حتى تبعها، عاطيه هي السوليوشن تبع اليوم الافكتيف ديجيتال ماركتينج استراتيجي، يلي بتبلش بالسيتويشن اناليسيس، يلي بتروح على الابروتش، يلي بتروح على التارجت اودينس، يلي بتروح على الكوميونيكيشن استراتيجي، يلي بتدرس التراجكتوري، يلي بضروره الانوفيشن استراتيجي لتعرف كيف بدها الشركه تعمل ريفينيو ستريم جديد تطلع مصاري اكثر. هي بتدخل بالكوردينيشن بين الاوفلاين والاونلاين، لانه اليوم الاونلاين والديجيتال منه جزيره لحاله، بده كمان يشوف الاوفلاين ويهتم فيه ويتكامل معه ليعمل قوه بهالديجيتال ايج. هيدا بالنسبه للتاكتكس. اثنين هي التولز. التولز بس يخلص واحد التاكتكس ويحضر استراتيجي، ساعتها بيعرف اي تولز بده يستعمل وكيف بده يستعمل التولز. يعني هي الكيك ستارت اوف implementation. الاستراتيجي لحالها قد ما كانت مهمه بدها implementation لتصير اهم، وهيدي هي التولز، هيدي هي دور التولز البيلر الثاني بالفورتيز اوف ديجيتال ماركتنج اوبريشن. وهون بحب احكي شغلي عن التولز. يعني اليوم الدراسات بتقول انه اليوم الافريج تبع الشركات اللي عم تصرفوا على التكنولوجي وعلى الديجيتال ماركتنج تولز تقريبا عم بحكي وورد وايد 2000 دولار بالشهر، بس الريفينيو تبعها 90% من الزبونات اليوم عم يجوا على الشركات جديد عم يجوا وورد اوف ماوس، مش من استعمال التولز. لكن في استعمال خاطئ للتولز. التولز لازم يكون هدفه وهذا اللي نحن بنعمله برايت سيرفيس، انه يخلق ان هاوس اوتوميشن كاستمر اكوزيشن سيستم للشركه داخلها. يعني يصير عندها اوتوميشن سيستم بجيب لها ليدز هي وقاعده، خلص ركبت السيستم، عرفت شو بدها بالتاكتكس، ركبت التولز الملائمه وركبت اوتوميشن سيستم حتى دائما يجيب لها ليدز لهي تبيعه البرودكتس تبعها وتكون فعاله بهالديجيتال ايج. ثالث بيلر يلي هي التريننج، يلي هي النو هاو للاستعمال التولز. اليوم الديجيتال ترانسفورميشن بوسينا وكل اللي عم يسمعونا، هي مش بس ترانسفورميشن للشركه، مش بس ترانسفورميشن للتكنولوجي اللي عم تستعملها الشركه، مش مزبوط، هي كمان ترانسفورميشن للاشخاص، هي تطوير الاشخاص بالشركات وتطوير النولج تبعهم وتطوير السكيلز تبعهم، وهيدا بيجي عن طريق التريننج بالاخص الديجيتال كابابيليتيز. لانه اليوم التكنولوجي وهالديجيتال ايج عمل ديمقراطيه لاستعمال التولز، مين ما كان صار عم يستعمل التكنولوجيز للماركتينج، اوكي، والسوشيال ميديا وغيرها من البلاتفورم، بس في عدم معرفه بالاستعمال الصحيح لهالتولز. كرمال هيك النو هاو والتريننج صارت بيلر اساسي بهالسوليوشن او بهالعصر. وبالاخر التي الاخرانيه هي التراكينج، يلي هي الميزه الاساسيه الامبريلا الاساسيه تبع الديجيتال اليوم وتبع الديجيتال ماركتينج. انا دائما بشبه وقت احكي بالتراكينج الشركات وقت تشتغل بلا تراكينج مثل الطياره وقت تشتغل بلا رادار. يا اخي فيك تطير انت بلا رادار؟ مش ممكن. نفس الشيء اليوم بالشركات، ما فيها تشتغل العالم اليوم والشركات من دون ما يكون عندها تراكينج، ريل تراكينج، مش تراكينج قديش بيجينا لايك او قديش بيعمل شير للبوست تبعنا على السوشيال ميديا. هذا مش تراكينج، هذا مثل اذا بدنا نروح بنفس التشبيه مثل واحد بالطياره طاير طافي الرادار بس عم يطلع من الشباك على الطيارات اللي عم تمرق. خيي ما هذا منه تراكينج، بده يكون عندك تراكينج سيستم مزبوط
وتراكينج تعدل على اساسه وتظبط اللي عم تشوفه غلط. هذا الريل تراكينج وهذا الرادار يلي عم نشبهه برادار الطياره. هون البيلر الرابع تبع الفور تيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشن. هلا الميزه كمان بهالكونسبت انه مش معمول لنوع شركات معين، هو بيناسب كل الشركات وكل انواع الشركات، اوكي، ومهما كان حجمها، بس هو اساسا معمول للاس ام ايز، للسمول والميديوم كومباني. ليه؟ لانه اليوم انا كانت فكرتي انه اليوم خيي طيب اوكي انتم كشركات صغيره اليوم، بالقبل مين كان يعمل دعايات؟ الشركات الكبيره واللي معه بادجت كبير. اليوم وقت طلعت التكنولوجي والسوشيال ميديا بالماركتينج عم تلعب دور، صار مين ما كان يقدر يستعمل هالتولز لا يقدر يعمل دعايه، بس ناقصه شيء اساسي يلي هو استراتيجي يلي ما كان يعملها بالقبل هو، اعطيناه سوليوشن كرمال هيك الفورتيز مناسبه اكثر للسمول والميديوم تحت اسم 40s of digital marketing operation. بس هي نفس الوقت هي حتى للتكنيشن للفريلانسرز وللبابليك فيجر كمان بتناسبه، ونفس الانجريدينس بيقدر يطبقها له تحت اسم 40s of personal online branding، كمان بتصلح له كحجم كتير صغير او كشخص هو كتكنيشن حكيم يمكن مهندس او الى اخره بده يسوق لحاله. كمان هالكونسبت اذا طبق علي بيطلع منيح. وبنفس الوقت للشركات الكبيره نحن بنطبق عليها الفورتيز ان ريفرس، يعني بتبلشي من التراكينج من الميجرينج، بينعمل لها ميجرينج لكل الديجيتال ماركتنج اوبريشن تبعها، من التولز للنو هاو تبع التيم للاستراتيجي لكل هالاشياء، وبعدين بينعمل لها تظبيط على اساس كيف لازم تتطور وعلى اساس هالديجيتال ايج. هيك بكون عملت لك ملخص عن الفورتيز واستعمالاته واهميته. ثانك يو كثير عن جد. يعني الفورتيز اتس سمبل بس نفس الوقت عميق وبغطي فروم اي تو زد كل الاوبريشن، ومثل ما بريتنا باخر بارت كمان بنعمل له كاستمايزيشن شو ما كان حجم الشركه او الشخص بده يستخدمه بيقدر يعمل له امبلمنتيشن. صحيح. هلا حضرتك ذكرت باللاندسكيب من اهم البوينتس اللي مرقت فيها الماركتينج هي ظهور الفور بيز اوف ماركتينج يلي كل الشركات بعدها لحد اليوم بتستخدمه، مع انه هو طلع بال 1960. بس حضرتك لما طلعت بالفور تيز كان الهدف انه تو ريبليس الفور بيز ونبطل نستخدمه؟ ابدا لا، هو الفور تيز مكمل للفور بيز. كرمال هيك انا وقت قلت لك التاريخ تبع الماركتينج شددت على الفور بيز، وانا بعتبره هو مكمل للفور بيز او للسفن بيز، لانه هو يعني الفور بيز هو بيحكي عن اساس البرودكت، اوكي، بس اليوم ما عاد يكفي انه عندك برودكت منيح، بدك تعرفي كيف تسوقيه وتعملي براندينج وتعملي ايمج. هون بيدخل وبهالديجيتال ايج بيدخل الفورتيز اوف ديجيتال ماركتينج اوبريشن. هلا اول فرق من هودي الناين كونسبت انه فرق في حوالي اكثر من 50 سنه فرق باعدادهم، من 1960 ل 2017 في اكثر من 50 سنه، لكن الفورتيز هو اكثر مواكب للعصر ومواكب لهالايام، واكبر دلاله دخول التولز والتكنولوجي كبيلر اساسي بهالكونسبت. هلا انا رح اعمل ملخص صغير عن شو بيشبه الفورتيز وشو بيفرق عن الفورتيز كمقارنه باهم كونسبت اليوم بالماركتينج نحن بنلاقي. هلا اول شيء بساطته، يعني الفور بيز والفور تيز هين ينحفظ وبسيطه وفكره سهله، هو سهل الممتنع، يعني نحن ما عم نخترع البارود، عم نضوي على اشياء موجوده وعم نحطها بخلطه المضبوطه، الفور بيز والفور تيز، هيدا اول شيء بيشبهوا بعضهم. تاني شيء ديبندنت، يعني كل بيلر من هالفور بيز او الفور تيز معتمده على الثاني، يعني ما فيك بالفور بيز مثلا البرودكت والبرايس
اثنيناتهم مهمين، البليس مهم والبروموشن مهم، وكلهم بيعتمدوا على بعضهم كتشين. مثل ما قلنا اليوم اذا شيء ناقص ما رح ينجح البرودكت، ونفس الشيء الفور بيز، وقت تيجي تكمل الفور بيز ما فيها تنجح الا ما تكون مترابطه. التاكتكس الاستراتيجي ما فيها تنجح لحالها من دون استعمال التولز، والتولز لحاله ما بيقدر ينجح من دون التاكتكس، والتولز ما بيقدر ينجح من دون اشخاص تستعمله بالطريقه مضبوطه، ديجيتال سكيلز والتريننج. وبنفس الوقت هودي كلهم ما بيوصلوا لغايتهم من دون التراكينج، يعني ديبندنت كل بيلر وكل انجريدينتس للثاني، هيدا شيء بيشبهه بعضهم هالكونسبت. ثالث شيء هو الفلكسبيليتي، يعني اثنيناتهم بيمشوا على كل السوليوشنز، وعلى مهما كان حجم الشركه او اذا كانت خدمه اما منتج، كله بيزبط علي الفور بيز او الفور تيز. هودي الاشياء الاساسيه اللي بتتشابه ببعضهم. اما من حيث شو ما بيشبهوا بعضهم، التركيز الاساسي اول فرق انه الفور بيز هو مركز على البرودكت وهو سيلز اورينتيشن، بينما الفور تيز بركز على البلانينج والكاستمر اورينتيشن، يعني الخطه وحاطط قدامه مش البرودكت، حاطط قدامه الكاستمر، لانه هيدا العصر اليوم متغير كثير وبدك تواكبي حاجات الكاستمر، مش بس بدك تعملي برودكت رائع، بدك تشوفي التارجت اودينس شو بده حتى تعملي هالبرودكت او حتى تسوقي البرودكت. ثاني شيء الكاركترستيك تبعه، يعني من شو مؤلف. الفور بيز مثل ما حكينا بالقبل عن بيلدر والدرايفر سوليوشنز، الفور بيز اكثر هو بيلدر سوليوشنز، ما كثير مركز على الدرايفر سوليوشن، بينما الفور تيز هو خالط الاثنين، عامل بيلدر سوليوشن عن طريق التاكتكس والتريننج، وعامل درايفر سوليوشن عن طريق التولز والتراكينج. هيدا كمان ميزه او فرق بين الاثنين. ثالث شيء الساتسفاكشن لمين موجهه او الليفل تبعها. الفور بيز كان وقتها ما في منافسه كبيره، كان بكفي انه الكلاينت ساتسفاكشن كان بتكفي، بس اليوم الفور تيز طامح اكثر، عم بيروح على الديلايتنج بالكاستمر وعلى كل ستيك هولدرز يهتم فيه، مش بس الكاستمر، لانه اليوم عصر بدك تهتمي بكل ستيك هولدرز، وما بكفي انه ترضيه، بدك تساعديه حتى يشتغل معك. وبالاضافه بالاخر بطبيعته انه التايب تبع الفور بيز بيركز على تراديشنال ماركتينج، لانه كان وقتها ما في غير تراديشنال ميديا، بينما الفورتيز بيركز على الديجيتال ماركتينج ترانسفورميشن. يعني انتبهي الفورتيز ما بيركز بس على الديجيتال، بيركز على الميرج بين القديم والجديد، وباهميه اكثر للجديد للديجيتال. هودي المينلي الفرق بين الفورتيز والفور بيز. ثانك يو للتفسير او توضيح هيدي البوينت. اوكي، لكن ما فينا نحكي عن ديجيتال ماركتينج من دون ما نضوي على السوشيال ميديا. كثير بينطرح علينا اسئله انه اي اقوى سوشيال ميديا بلاتفورم او احسن سوشيال ميديا بلاتفورم لازم نستخدمه. برايك اي انت اقوى سوشيال ميديا بلاتفورم موجود اليوم؟ انا برايي ما في اقوى. هون رايي الحاسمه لقسمين، اول شيء رايي الخاص ونصيحتي للاودينس اللي عم يسمعنا اليوم. رايي الخاص، انا بالنسبه لي انا احسن نتورك تبعي او اذا بدك اقوى نتورك بالنسبه لي هو اللينكدين. ليه؟ لانه انا بزنس تو بزنس، كرمال هيك بلاقيهم واعمارهم وطبيعه شغلهم هني على اللينكدين، كرمال هيك افضل نتورك لي هو اللينكدين. هلا بالنسبه للنصيحه للي عم يسمعونا اليوم، بحب انه يفكروا نفس التفكير تبعي، انه بدهم يستعملوا البلاتفورم او يفضلوا البلاتفورم بحسب التارجت اودينس تبعهم، اعماره واهتماماته وين، بس طبيعتهم، يعني هن بزنس تو بزنس او بزنس تو كونسيومر، مين التارجت اودينس تبعهم وشو اعماره، او لازم يهتموا كمان بالبلد اللي عم يشتغلوا فيها، يعني كم، لانه في بلاد تختلف اهميه البلاتفورم من بلد لبلد. ورح ناخذ امثله هلا عن الاشياء اللي عم بحكي. بالنسبه للبلاتفورمز وحسب الاعمار، إذا كنا عم نفكر ببلاتفورم لتارجت اودينس تبعنا أقل من 30 سنة، بدنا نروح أكيد على الانستغرام، سناب شات، والتيك توك. هودي أكثر بلاتفورم
قوية لهالأعمار، أوكي؟ اثنين، إذا بدنا نروح لأعمار أعلى فوق ال 30 بنروح على اللينكدين والفيسبوك. ثلاثة، إذا بدنا نروح على اليوتيوب، اليوتيوب بيمشي مع كل الأعمار، الصغار بيهتموا فيه والكبار، إذا البرودكت تبعنا بيتوافق مع الفيديو ساعتها ضروري نستعمل كمان اليوتيوب أو اليوتيوب آد. التاني شيء قلته أنا البلد اللي عم تشتغل فيها، يعني حسب البلد كمان بدك تشوف شو البلاتفورم القوي فيها. رح ناخذ هون مثلين، رح ناخذ المملكه العربيه السعوديه ورح ناخذ لبنان ونشوف قديش فارق البلاتفورم واهميه البلاتفورم بهالبلدين، ومثله فيكم تعمموا على كل البلاد، لكن كمان بدنا نطلع البلد اللي عم نعمل فيه التارجت اودينس تبعنا. اذا بدنا نحكي بالمملكه العربيه السعوديه بنحكي اول شيء فيها 35 مليون نسمه، فيها 32 مليون نسمه انترنت يوزرز و35 مليون سوشيال ميديا يوزرز. بالنسبه لاهميه البلاتفورم مثل ما بنشوف هون، اليوتيوب هو نمبر 1، 79% من اليوزرز بالمملكه العربيه السعوديه هن على اليوتيوب. هون مباشره يعني نحن اذا عندنا برودكت معين وبدنا نسوقه وبيتوافق مع الفيديو دغري بنروح على اليوتيوب، بيلحقوا الانستغرام يلي هو 65، الفيسبوك 62. هون في لغط عن الفيسبوك، اللوكال بيبل بالسعوديه ما كثير بيستعملوا الفيسبوك، اكثر بيستعملوا القاعدين بالسعوديه اللي عم يشتغلوا بالسعوديه بيستعملوا الفيسبوك، والاكول كبار شوي بالعمر من اللوكال من السعوديه. بنرجع بنروح على تويتر، سناب شات، تيك توك، لينكدين وبنترست. هيك بالمملكه العربيه السعوديه هودي اهميه البلاتفورم. بالمقارنه مع لبنان، بنحكي بلبنان ب 6 ملايين نسمة سكان، بنحكي ب 5 ملايين نسمة الانترنت يوزرز و 4 ملايين السوشيال ميديا يوزرز. شوفي الفرق قديش بين المملكة ولبنان بالنسبة لليوزرز. هون طلع الفيسبوك نمبر 1 بلبنان ب 66%، بيلحقوا الانستغرام، بيلحقوا اللينكدين، بيلحقوا سناب شات، وبيلحقوا تويتر، واكيد هلا التيك توك كمان عم ببين. اليوتيوب مش مبين معنا، مش يعني ما فيش مستعملين، اكيد في كثير مستعملين لليوتيوب بلبنان، بس منه بالمراكز الاولى. وهذا ليكي قديش فرقت من المملكه يلي هو اليوتيوب بالمملكه هو النمبر 1. هون لكان اهميه النتورك كمان والبلد اللي فيه كمان بدنا ناخده بعين الاعتبار. هلا اذا بدنا نعمل هيك سكانينج سريع عن النتوركس واهميتها اليوم وشو عندي ملاحظات عليها سريعه، يعني بنحكي باول شيء بالفيسبوك. الفيسبوك اليوم بعده الاهم، ليه؟ لانه اكثر اليوزرز موجودين على الفيسبوك، يعني اكثر عدد من اليوزرز موجودين على الفيسبوك، والدعايات على الفيسبوك هي الاهم، يعني التارجت اللي بنقدر نوصل له على الفيسبوك. كل النتوركس بيقلدوا شو بيعمل الفيسبوك، بيقلدوه. تاني شيء الاناليتكس الموجود على الفيسبوك كمان هو الاقوى. هلا في سلبيات الفيسبوك انه الريتش تبعه اقل كثير، تاني شيء صار بده كوست، صار غالي لانه صار عم يستعمل كثير، صار اغلى من غيره. هيدا بالنسبه للفيسبوك. بننقل للانستغرام، اول شيء ميزته الفيجوال، اليوم العالم ما عم تقرا، واكيد الانستغرام اخذ مطرح كبير، وبالاخص انه هو من خلقان لسمارت فون، والعالم كلها صارت على السمارت فون، وعم ياخذ شعبيه اكثر بين الشباب اكثر من الفيسبوك، عم يتخطى حتى الفيسبوك. هلا من سلبياته الانستغرام انه صار بده اجريسيف بوستنج سكادجول، يعني بده واحد يحط كثير كونتنت وستوريز والى اخره لحتى يبين، والانجيجمنت تبعه بلشت قويه وهلا رجعت لانه صار في كثير يوزرز عم ترجع لورا، بس اكيد له اهميه كبيره اليوم بمستقبل السوشيال ميديا. بنروح على تويتر. التويتر هو الانجيجمنت تبعه عاليه، والانفلونسر موجودين اكثر هونيك، وفي اهميه اكثر للهاشتاج والتاجينج، يعني هونيك إلى مطرح اكبر، بس بنفس الوقت في عجقه كثير على عجقه بوستات على التويتر، واكثر هو بيجيب يوزرز اكثر للويب سايت او للبزنس من ما هو ببيع. هيك الدراسات بتقول. هلا بتفرق نوع البزنس، بس انه هيك الدراسات بتقول. هيدا بالنسبه لتويتر. اذا بدي اروح على اليوتيوب،
اكيد اليوم الفيديو وكلنا بنحكي الكونفرجن عنده عالي والانجيجمنت تبعه اعلى وبيفرجي شخصيه البراند اكثر وبيفرجي ورا البراند مين فيه، يعني عنده ميزات كثير اليوتيوب. بس بنفس الوقت بيقولوا اليوزرز حكمهم صعب على الفيديو، يعني الاكسبكتيشن تبعهم عالية بتكون، كرمال هيك ما فيك تعمل حيالله فيديو وتحطه على اليوتيوب، حتى على حيالله يعني بلاتفورم اليوم في بده نوعية معينة وبده تعب معين. ثاني شيء لتعمل رانكينج اليوم على اليوتيوب صعب للفيديو تبعك، بده سكيلز وبده نوليدج وبده انتراكشن كثير حتى تقدر تعمل رانكينج للفيديو تبعك على اليوتيوب. بنروح على النتوركس نسبيا جديد، السناب شات اكيد كمان ميزته انه هو خلق للموبايل، هلا سرقوا منه الانستغرام كثير فيتشر بس بعده هو كثير منيح للصغار بالاعمار، للاعمار الصغيره. هلا سلبياته كمان بده اجريسيف بوستنج، يعني بده كثير كميه من البوستات وما بيمشي لحيالله بزنس، مش كل البزنس نوعيتها بتتناسب مع السناب شات، وحتى التيك توك كمان بتشارك بنفس السلبيات مع السناب شات. هلا ميزته انه الابلكيشن خلقت للفيديو والفيديو الصغير والاشياء السريعه والانجيجمنت تبعه عالي، بس كمان ما بيمشي مع كل البزنسز وبده نوعيه بوستات معينه وكثيره حتى يقدر يبين واحد على التيك توك. هلا كلكم بتلاحظوا بالتيك توك اليوم الانجيجمنت عالي بس لانه جديد، بس بكره طولوا بالكم علي شوي، شي سن زمان بدها ترجع تنزل لانه كلهم بده يدوروا مثل ما دور الفيسبوك وغيره كيف بده يطلعوا مصاري اكثر، واكيد التيك توك رايح لهالمطرح. هذا بكون قلت لك رايي بالنسبه للسوشيال نتوركس اكيد بشكل سريع حتى نكون مفيدين وما نزهق اللي عم يسمعونا. يس ثانك يو. لا بتصور اكيد حيكونوا استفادوا للماكسيموم، ولكن ما في طلع بلاتفورم احسن شيء، هو حسب كيف نحن بدنا نستخدمه لمين بدنا نوصل. صحيح، ما فينا نعمل اليوم اي موضوع او نحكي عن اي موضوع من دون ما نضوي على الكورونا فيروس بانديميك والافكت عليها، مثل ما اثرت على الصحه، اثرت على الكونسيومر بيهيفير، واثرت على العديد من البزنسز، كمان كان لها تاثير على الديجيتال ماركتينج كصناعه. فشو كان التاثير او الاشياء الاساسيه اللي اثرتها الكورونا بانديميك على الديجيتال ماركتينج؟ صحيح، اول شيء ان شاء الله الكل عم يسمعونا صحتهم منيحه ومش أكيد مأثرين بالكورونا وكل اللي بحبوهم، لانه اليوم الصحه هي صارت شيء اساس، وهيدا من الاشياء التنبيهات اللي اعطتها الكورونا للبشريه انه نفعتها بشغلتين، انه اعطتها انه اهميه الصحه واهميه الانتباه للصحه، والشغله الثانيه اهميه التكنولوجي وقديش مهمه تلعب دور بهالعصر بالصحه وبغير الصحه. هلا بالنسبه للديجيتال ماركتينج اكيد اثرت هالازمه والكورونا فيروس اثر على الديجيتال، اول شيء غير الاولويات، هذا اول شيء، وعمل شيفتنج للبادجت، يعني قلل كمان من البادجت اللي عم تصرفه الشركات على الماركتينج بهالوقت، وخلى اكيد من الطبيعي انه نروح اكثر ديجيتال، ننقل من الاوفلاين للاونلاين اكثر، وهيدا شيء كان جاي، يعني هو هالازمه ما غيرت اشياء، سرعت بالاشياء بالنسبه للديجيتال ماركتينج. يعني هو الدراسات بتقول انه يوم من الايام بال 2040 بده يصير 99% من العالم عم تشتري اونلاين. تصوري يعني رايح الايام كلها رايحه هيك، بس الكورونا فيروس وهالازمه سرعت بالاشياء مش اكثر. هلا اول التاثيرات الكبيره عملتها هي قللت 97% من الان بيرسون ماركتينج انجيجمنت، 97% من التريد شوز وقفت، 97% من دور تو دور سيلز وقف، الستور فيزيت وقف، يعني اثرت كثير على هالنوع من الماركتينج. الان بيرسون ماركتينج انجيجمنت كان له تاثر سلبا كثير بهالازمه، بس مش يعني ما رح يرجع، رح تاثر وتغيرت عادات العالم، بس اكيد هيدي بدها ترجع
بس مش بالقوه، بشكل مختلف. قبل الكورونا مش مثل بعد الكورونا مثل ما بيقولوا. هلا كمان الادفرتايزنج والاونلاين ادفرتايزنج اتاثرت. اليوم بتوقعوا جوجل والفيسبوك تنخفض مبيعاتها او ارباحها من الادفرتايزنج 44 مليار دولار، تنزل الريفينيو تبعها، هو ارقام كبيره. اثنين، من التوقعات انه ترجع هلا، وبلشت عم ترجع ديسبلاي اد والسوشيال ميديا اد، انه بدها ترجع تزيد، وهي الى المستقبل. يعني اثرت سلبا كثير على التراديشنال ميديا يعني، ورح ترجع السوشيال ميديا اد والديسبلاي اد بالاخص تاخذ محلها بالبادجت وبالماركتينج بادجت. هلا اكيد الانترنت يوزج كثير، 50% من الانترنت يوزج عالميا كثير، لانه العالم عم تقعد بالبيت وعم تشتغل من البيت. كرمال هيك اليوتيوب اد صارت افضل نوع من الدعايات كانت بهالازمه او بهالسنه اللي مرقت علينا، لانه صاروا الماركترز يستعملوا اليوتيوب، لانه العالم قاعد عم تحضر يوتيوب، عرفتي كيف، عم تحضر نتفليكس ويوتيوب. كرمال هيك صاروا عم يستهدفوها اكثر بهالنوع من الدعايات. وبالاخر يعني التاثير الاساسي والمستفيد الاكثر كان هو الاونلاين شوبينج بيهيفير. يعني اليوم الاي كوميرس كان المستفيد الاكبر والاول بهالنقله اللي صارت بعد الكورونا فيروس، او نحن هلا بعدنا ان شاء الله صرنا باخر هالازمه. هيدا مينلي اللي اثرته على الماركتينج الكورونا فيروس. بس بحب بالاخر وباخر هالسيشن اللي حاولنا تكون مختصره ومركزه بالمعلومات اللي فيها، بما انه هي عنوانها الفور تيز اوف ديجيتال ماركتنج اوبريشن، انا بحب ادعي كل اللي عم يسمعونا وكل الماركترز بالعالم العربي انه يشاركوا هالكونسبت مع النتوركس تبعهم ويطبقوه، مش بس نحن نطبقه برايت سيرفيس على الكلاينتس تبعنا، لانه نحن حلمنا كبير انه هالكونسبت يصير هو سفيرنا للعالم، سفير العالم العربي بالماركتينج بالنسبه لكل العالم وينتشر حول العالم. كرمال هيك نحن بجون 2020 خلقنا فورتيز بورد اوف بروفيشنال كونسلتنتس، خلقناه من دكاتره جامعات بالماركتينج، خلقناه بلبنان وعم نخلقه بغير بلدان عربية وحتى بالمستقبل غير عربية، لنشوف هالكونسبت كيف بدنا نطوره. ونحن كل شهر بنعمل فيرجن جديد من هالكونسبت حتى ما يكون كونسبت ثابت، يكون فلكسبل ويشبه هالعصر ويقدر يوصل لمطرح نقدر نفيد الشركات فيه يلي عم تتعامل معنا كرايت سيرفيس او اللي عم تطبق هالفورتيز عليها وللماكسيموم. وبشكرك وبشكر الكل اللي عم يسمعونا، واذا عندك سؤال بعد انا ريدي. ثانك يو كثير على المعلومات اللي شاركتها معنا، وبتمنى كمان الاودينس يكونوا كل الاشياء كانت واضحه عليهم ان شاء الله. انا هون بالنهايه بدي اتشكرك اول شيء على وقتك وعلى وقت الاودينس كمان اللي عم يتابعونا دائما بالسيشنز اللي عم نعملها. أكيد. وبحب ذكرهم انه دائما بيقدروا يعرفوا اكثر عن السوليوشنز وعن الديجيتال ماركتنج ترانسفورميشن وكيف نحن برايت سيرفيس فينا نساعدهم. دائما they can check our website بال KSA website و Lebanon website، واكيد مثل ما ذكرنا قبل فين دائما يبعثوا لنا ايميل عن اي سؤال او اي استفسار على customercare@rightservice.net. وهون كمان بدي استغنم الفرصة وخبر الأودينس الموجود بالمملكة العربية السعودية أنه حضرتك حتكون عم بتزور مكاتبنا بالسعودية بأول شهر شباط. طيب. فكمان أي حدا بحب ياخد دغري معك ميتينج فين يتواصلوا معك على your private email joe@rightservice.net.sa، وكمان على your direct line أو كمان على مكتب right service ونحن فينا ناخد لهم ميتينج. وأكيد ما تنسوا دائما تعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا لتتبعوا latest trends عن digital marketing. وthank you for watching. أنا بشكرك على مجهودك لتحضير هالسيشن وسينا، وبشكر الجميع وإن شاء الله بنشوفهم شخصيا قريبا.